تكون رسالة واضحة تحمل أهداف كما نقولوا حنايا أهداف صريحة وتوصيات هامة للسائقين باش يلتزموا ويحترموا قواعد السير السليم في جميع الطرق، وكذا يقوموا بالنسبة للسائقين يقوموا بمد العون لذوي الاحتياجات الخاصة وكذا كبار السن واحترام يعني ممر الرجلين خاصة يعني الأطفال الصغار. تضمن هذه الحملة تحسيس وتوعية السواق في مجال الاحترام القانون المرور، تحسيس أيضا وتحسيس السواق بضرورة تحمل مسؤوليتهم تجاه المسافرين، بعث روح المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه مسافرين، وكذا احترام الفئات الهشة في المجتمع وتقديم يد المساعدة خاصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. خاصة أنتم سواق الحافلات أكم عندكم مسؤولية كبيرة تجاه المسافرين، تجاه عائلات كما أنتم على مسافة البعيدة تنقلوا عائلات، تنقلوا مرضى، تنقلوا ذوي احتياجات خاصة. هذا اليوم تحسيسي باش نفكروكم ولا نذكروكم بالإجراءات اللي واجب اتخاذها أثناء السياقة باش تكون عندكم طريقة أداء وسياقة مثالية، تحترموا القانون وتحترموا الناس اللي يركبوا معكم.